السلام عليكم. اليوم الجلسه ديال اليوم تزامنت مع الاضراب اللي كيقوم به جسم المحاماه. لهذا راه ما تم حتى شي جديد على مستوى الجلسه. تاخرت لنهار جوج شهر 12 ان شاء الله، ونتمنوا خير. قلت خيره فيها خيره ان شاء الله. الجلسه السابقه دازت على ان الطرف الاخر ادلى بالدفعه الشكليه ديالو، وكانت الجلسه شويه فيها شويه ديال 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 الحراره، كون السيده المحاميه سحبت التكييف اللي انا كنت ظنه في صالح القضيه، فاذا به كيتبين على انه ماشي في الصالح ديالها. كان ظلم جائر على التهامي بناني، واللي كان غيؤدي بنا للمسار خاطئ، ولكن سيدي ربي كبير، راه نقدنا الموقف باذن الله. اليوم كان الدفعات الشكليه اللي كانت غتقدم بها الاستاذه زينب، يعني ردا على الدفعات الشكليه اللي قدمها الدفاع، شنو رايك؟ واش انت يعني شنو رايك في هذه الدفعات؟ الدفعات الشكليه ديالنا كانت غتكون ان شاء الله باذن الله ضامغه، فيها حجج ضامغه، فيها اشياء اللي يعني ما نقدر نقول لك ما معروفاش بزاف، انما غادي تساعد القضاء وغتساعد الهيئه على اثبات الحق. كيقول السجلات ما عرفاش الراي لها. نعم. شويه بشويه ولدي. بالنسبه للصفه، حيت ملي بتبدل التكييف من اختفاء الى جريمه قتل، الصفه ديال استاذه حياه يعني كمطالبه بحق المدني. انا بنتي ما كنفهمش هادشي ديال الصفه ولا ماشي صفه. قالوا عندي الصفه كنقول مرحبا، قالوا لي ما عندكش الصفه كنقول مرحبا. ما يعني بكل تواضع ما كنفهمش انا في القانون، انما انا بالنسبه لي انا عندي الصفه ديالي كأم المغدور لا اقل ولا اكثر. يعني اما على مستوى القضاء ولا مستوى القانون ولا مستوى المحكمه، انا ما نقدرش نقول لك. الساده المحامون هما اللي غادي يدلوا بهذه المساله. هذه اليوم كان كشفنا بزاف يعني ديال المغاربه اللي جاوا، بالرغم من ان عرفوا ان الجلسه غتاجل. حقيقة والله إلا هادشي كيأثر بالله، لأن ملي كيجيو من بلايص بعاد، هذا التضامن ديالهم ما كيزيدني إلا أنني كنزيد نشبت بالقضية ديال ولدي، وباش نشفي الغالي ديالي والأسرة ديالي والمرحوم باه الله يرحمه ورأي العام كذلك، لأن كلشي متعطش لهذا المسلسل الدرامي إمتى غادي يسالي، وكلشي كيتمنى لأنها تكون النهاية فيها الكثير من النزاهه والكثير من احقاق العداله. حنا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد. دائما تشبته بالمحضر ديال 98، شنو فيه هذا المحضر ديال 98؟ محضر 98 بنتي فيه شنو نقول لك؟ فيه كل شيء. فيه من الالف حتى الياء. هو عندك وعندك القرص المدمج وعندك الخبره على الهواتف اللي ان شاء الله غادي ندلي بها، لان الخبره اللي كانت دابا اللي هي بين يدينا المحكمه اللي كانت كنا دفعنا بصراحه فيها اخطاء جسيمه على مستوى الارقام اللي غادي نصحوها. ما عرفتش هاد الاخطاء اللي واش كانت متعمده او غير متعمده، على اي الخبره اللي انا اللي صوبتها بيدي وعطيتها الناس اللي غادي يدليو بها في المحكمه. يعني ما عرفتش كيفاش الارقام ماشي هي اللي طلبت، وماشي هي اللي باغيه، انا باغيه ارقام اخرى، يعني الاسماء مغيرين والارقام مغيرين. يعني هذاك الطلب فيه شتى ديال المغالطات. يعني انا كنقول من هذا المنبر هذا انني ذاك الطلب ديال الخبره غادي ندلي به صحيح، وغندلي بالناس اللي غادي ان شاء الله نطالبهم زعما غادي يخضعوا الخبره ديال الهواتف. ومني كنقول الخبره ديال الهواتف كنقول حتى موقعات جغرافيه ديال كل عجله ديال السياره، وكل قدم وكل واحد
فين مشى وفين جا، يكفينا هذا، ما ماشي لازم نسمعوا كاع شنو تقال، يكفينا غير التوقعات الجغرافيه باذن السميع العليم، وهذا مطلوب واكدوا عليه. ثلاثه المطالب: القوس المدمج، والخبر على الهواتف بالتوقعات الجغرافيه بليزونتين غولي، و الحاجه الثالثه اللي قلتها نعم. استاذه حياه، الناس يعني المتتبعين ديال هذه القضيه هذه كيفوا كيفاش يعني تم تحويل التكييف من جريمه اختفاء الى جريمه قتل؟ انا كنتكلمك دائما على مستوى القانون، انا ما كنفهمش في القانون. انا ما دمت خديت او تبنيت استشاره الا وانني يعني ناقصه في هذا الميدان، ما يمكنليش نمشي نستشر مع شي واحد وانا على المام بالقانون. اذا ملي استشرت السيده اقترحت او تبنات القضيه ديال التكييف اللي بانت ليها انها زعما صائبه، الوغ كو مشات لنا 3 سنين معمر الجميع، وبحال بدينا الملف عاد البارح لانه حتى دلينا بالقتل وسحبنا هذاك التكييف لانه ما كانش غيؤدي بنا شي نتيجه اللي هي مهمه، كان غيؤدي اي ربما كان غيؤدي بشي حاجه ولكن الون تيرم يعني سير الحكم الابتدائي والاستئناف والنقد، وحنا ما عندنا شي نفس لهذا الشيء بهذا التكييف هذا. نعم سيده حياه، هذا الشيء طول ما بغاش يسالي، انت مازال مصرة مازال كتقاتلي باش انك تعرفي الحقيقه ديال هذه القضيه ديال انا كنامن بحاجه وحده، كل بدايه عندها نهايه، كل بدايه عندها نهايه كيف ما بغات تكون المده الزمنيه ديالها. الله يعطينا غير الصبر، الله يعطينا غير الصبر باش نوصلوا للنهايه ان شاء الله باذن الله. شي حياه اخر سؤال، شنو تقولي للناس اللي بغين يفبركوا هذا الملف؟ هاد الناس اللي تلاعبوا في الملف واللي مازال كيتلاعبوا في الملف، كنطلب منهم انهم يرجعوا للطريق ويخافوا الله، راه عندهم وليداتهم، عندهم والديهم، عندهم مواتهم، عندهم الاباء ديالهم، يرجعوا الله ويخافوا ويقولوا باللي الدنيا فايته، حنا نصفوا واحد الابن مغدور، واحد مواطن مغدور، اللي انا مازال تنقول لك انا كنحمل مسؤوليه للدوله المغربيه ككونه مواطن مغربي انها تعرف الحقيقه ديالو وتخرجها للعلن، وما تخليناش حنايا هكذا عايشين في دوامه وهميه. ما التهمي حنا عرفنا انه مقتول بالدليل القاطع، انما بغينا المحكمه تحقق مزيان بثلاثه ديال الخبرات كيف قلت قبيله. جثة التهامي بناني انا مازال كندد بها ومازال كنطالب بها. جثة ديال التهامي وحوايجه، الملابس ديالو اللي قالوا تصبنوا ومكتوبه في المحاضر، مكتوبه في التقارير، هذوك الحوايج يتصبنوا بغيناهم. حنا كل حاجه غادي تدلي لنا بالحقيقه ديال التهامي وغتبين لنا زعما كاع شوف اوكان كريم ني بارفي. التجارمة ما هي مثالية وما هي عندها زعما كاملة. إذا هادوك الحويجات لعل وعسى يبينوا لنا شي حاجة. هادوك الحويجات علاش غادي يبقاو محجوزين؟ عطيونا الحوايج ديال ولدنا. يا حنا ما ناخذوا حوايج ولدنا، ما نشوفوا ولدنا، ما نترحموا على ولدنا. هادشي راه بزاف، هادشي راه ما يبغي لا ربي لا عبده. نعم هادشي راه ما يتقبلوش العقل. نعم عييت وربي سبحانه وتعالى عطيني القوة باش نبقى حتى نوصل للنهاية إن شاء الله. شكرا.